بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم. كنا نريد عمل بث مباشر للتواصل معكم قبل قليل، ولكن لسوء الحظ هناك اتصال سيء بالنت، لذلك قررت أن أعمل فيديو. فيعني اليوم إن شاء الله نتكلم على الامتحان في أسياق النحاس، أي كيف أمتحن شخص أنه صادق في عمله بأسياق النحاس، وكيف أضع له نقاط الامتحان. فقبل أن أبدأ في الامتحان والنقاط، سألمح إلى بعض الأشخاص دخلوا إلى عالم الدجل والشعوذة، ومنهم بعض الرقاة حسرتاه أنهم ادعوا أنهم يكشفون الأمراض ويشخصونها بأسياق النحاس، وهناك من يقوم بالعلاج بها، وهذا من باب الدجل والكذب والشعوذة وليس من العلم شيء. أسياق النحاس تكشف عن المعادن والفراغات والماء ثابت وصح، ولكن تحتاج إلى تدريب مكثف وأشخاص ذو خبرة عالية من أجل تحديد الأهداف بدقة. أما باقي هذا كله الكشف عن الأمراض والجن وغير ذلك فهذا كذب وخزعبلات. كيف أضع النقط للامتحان؟ فقط تعطي نبذة عن الامتحان، أما الامتحان فهو خاص بالمعلمين في هذا الميدان، فيعني فقط ألمح إلى أشياء التي تعطى عليها النقاط في أسياق النحاس. فالنقطة تعطى على حجم الشيء الذي يستطيع الشخص تحديده، يعني مثلا إن كنت تستطيع تحديد شيء يزن 5 كيلوغرامات فلديك 5 نقاط، وإن استطعت تحديد شيء يزن 0.5 كيلو لديك 20 نقطة، وتحديد المسافة بدقة والمساحة التي تستطيع البحث فيها. المساحة مثلا تستطيع البحث في 100 متر مربع أو 500 متر مربع وغير ذلك، وأنواع الأشياء التي تستطيع يعني تحديدها، هل الفراغات أم الماء أم المعادن، ونوع السيخ التي تعمل به، وكم عدد أنواع الأسياخ التي تستطيع استعمالها لأنها 10 أنواع وأكثر، في 3 ثم 7 ثم 10، ويعني تحكم في أسياخ النحاس. ويبدأ الامتحان يعني إخفاء شيء معين للباحث أو للشخص، ثم يقوم بإيجاده أو البحث عنه. أما أن يقول الشخص أنني أخفيت شيء وقمت بإيجاده بنفسي فهذا لا يعد من الامتحان شيء، فأسياخ لديها علاقة بمخ الإنسان. عندما يكون شيء هناك وأعلم بأن الشيء هناك في مكانه وقمت بالبحث في الأسياخ، فالسيخ سيذهب مباشرة إلى المكان لأن سبق في علمي أن المكان فيه، وعندما جمع السيخ وذهب إلى المكان، وهذا هو يعني سيخ النحاس يمشي مع ذاكرتك، يعني مع الدم أو مع علمك في تحكم لا إرادي في السيخ. فالشخص الذي يستطيع أن يحدد فعليه أن يحدد أو أن يجد شيء أخفاه صديقه بعيدا عنه، يعني وأخفاه في مكان غير البيت. وهذا هو الدرس الأول في امتحان في أسياخ النحاس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.